أنا ماليش غيرك. عمي أنا محتاج لمساعدتك. من فضلك، صوتك يكون هادي، أعصاب الباشا متوترة. علي أحكام بالسجن. قلب عمك ضعيف كده، خطر على القلب. علي 17 سنة سجن. يرضيك ابن أخوك يخش السجن 17 سنة؟ لا كده ضغط الدم هيعلى. راعي ظروف عمك الصحية يا عمرو بيه. طب قول لي أعمل إيه؟ اختصر. حاضر. سدد لي ديوني يا عمي. شفت عملت في عمك ايه؟ سلامتك يا باشا. كم مرة دفعت ديونك؟ كتير. وانت عمرك 15 سنة اديتك مليون جنيه. يصرف مليون جنيه على البنات؟ ثروة ابوك ضيعتها في العربدة. عملت نفسك شهريار. كلنا بنحب الستات. الملوك والأمرة ما عملوش اللي انت عملته. حتى الشركة اللي عملتها لك خربتها. مبروك عليك السجن. أنا سعيد جدا. أنا مبسوط جدا. يا عم أنا لحمك ودم. عارف انت عاوز تقول ايه. انت الوريث الوحيد ليا. ها؟ لا يا ابن اخويا. أنا ممكن أتجوز بكرة وأخلف ولد. ممكن أخلف توأم. وبلاش الجواز. ممكن أعمل زي الناس المتحضرة وأوهب فلوسي لقطط مصر كلها وأكون سعيد وأنا في قبري لما أعرف إن قطط الشوارع عايشة أحسن منك. عمك ما يقدرش يرد عليك. الدم مش واصل للمخ كفاية. جرايه يا عمرو بيه؟ أنت عاوز تموت عمك ولا إيه؟ أموته إزاي بس؟ ده مفيش حد في مصر كلها محتاجه قدي. عمي انا عارف انك عطوف وحنون. صحيح انت مزاجك مش رايق دلوقتي، بس اديني شويه فكه كده بس ادفع بيها مرتبات الموظفين بكره. حتى مرتبات موظفينك صرفتها على منزاتك وشهواتك يا تلميذ ابليس يا عدو نفسك. كم 300,000 جنيه بس. 300,000 حالا. أنا عارف إن قلبك كبير يا عمي، ربنا ما يحرمنيش منك ويشفيك من كل أمراض الدنيا. ما فرمت الورق. شغالها. فلوس وخليها زي ما انت شايفها كده قدامك فتفيت وما تاخدش منها مليم واحد. انا عايز الموظفين بتوعك يفضحوك وياخدوا عليك احكام جديده. بدل ال 17 سنه يبقوا 20، يبقوا 30. ال 300,000 جنيه صرفتهم على البنت الامريكانيه بتاعت هضبه الاهرام. بلغوا عنه البوليس. عايز اشوفك في السجن. الراجل اتجنن. ده فرم الفلوس قدام عينيا وبلغ عني البوليس. انا مش مصدق ان عمك يكون بالقسوه دي. ده طول عمره عطوف وعنين. انا اسمي واسم العيله لازم يفضل محترم. اول ما نوصل الشركه تاخد العربيه دي وتبيعها. انت معاك توكيل. اهم حاجه عندي الموظفين يقبضوا في ميعادهم، ومش عايز جنس مخلوق يعرف بالاحكام اللي عليا. فاهمني؟ اه. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا نسا سندس؟ عمرو بيه الحمد لله ان حضرتك بخير. انت عندك حاله وفاه؟ لا انا بس زعلانه على حضرتك. اه انت عرفتي؟ ايوه. طب اقعدي مش عايز مندبه. بس انت عرفتي ازاي؟ واحده صاحبتي جوزها محامي قال لها، وهي بعتت لي رساله وقالت لي سيريها على 20 من صاحبتك تاخدي ثواب، وقالت لي ان الحكم انتقام ربنا منك عشان البنات اللي انت عرفتهم وخليت بيهم. فين الناس؟ فين الموظفين؟ مشيتهم كلهم، مش عاوزه حد منهم يعرف. اشمعنى انت اللي مستنيه؟
انا مش قلت الاصل يا عمرو بيه، وبعدين عندي في البنك 150,000 جنيه، اعتبرهم تحت امرك. في حد من السعاه هنا؟ لا. طب تزعلي مني لو قلت لك تعملي لي فنجان قهوه؟ تحت امرك يا استاذ. شكرا يا سونس. وحضرتك ما كلمتش عمك؟ عمي طردني وبلغ عن البوليس. يا خبر اسود، يعني حضرتك في خطر دلوقتي؟ عارف ان في خطر، علشان كده هروح البيت واقفل على نفسي. بيت؟ بيت ايه؟ اول حته هيدوروا عليك فيها هي البيت، مش بقيت تلاقي المخبرين مترشقين لك هناك. عندك حق، مفاجأة البايخه بتاعت عمي دي عطلت تفكيري تماما. انت دلوقتي مطلوب، اسهل حاجه يوصلك بيها هي عن طريق الموبايل. انت من اللحظه دي لا تكلم حد ولا ترد على حد. طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ هنا يا عمرو بيه، مكتبك هو المكان الوحيد اللي امن. ده هيبقى زنزانه. ربنا ما يحكم عليك وتشوف الزنزانه اللي بجد. اعمل حسابك يا عمرو بيه انك مش هتتحرك من هنا لحد ما حد من صحابك او عمك ينقذك. واسمح لي اشتري لك كارت عشان تعمل بيه اتصالاتك. سندس. ايوه. مفاتيح بيتي. عايزك تجيبي لي شويه هدوم وغيارات. بيتك ده فين يا استاذ؟ ما انا هديك العنوان. طب يعني مين هيديني هدوم الغيارات؟ انا عايش لوحدي. مفيش لا اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا اخ ولا اخت ولا حتى شغاله ولا مخلوق غيري. عمرو بيه اخف، انا من عيله محافظه، عمري ما دخلت بيت حد غريب. خافي من ايه؟ بقولك مفيش حد في البيت.